السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب لصحيح تمارين مادة الرياضيات. إذا لنمر إلى التمرين 59 صفحة 68 لنحل المعادلة 1 زائد إكس ناقص 1 على إكس زائد 1 على 1 ناقص إكس ناقص 1 على إكس زائد 1 تساوي إكس على 4 إكس ناقص 3. إذا كما كتلاحظون هنا هذا الطرف هذا غنحاول نبسطه، نحاول نوحد المقام ما بين هذا العدد وهذا العدد، كذلك ما بين هذا العدد وهذا العدد. إذا ندير الكسر الكبير x على 4x ناقص 3، غنوحد المقام هنا. إذا واحد غنضربه ونقسمه في x على x زائد واحد. إذا واحد في x زائد واحد على x زائد واحد تساوي x ناقص واحد على x زائد واحد. نفس الطريقة هنا، هاد واحد اللي كاين هنا غادي نضربو ونقسمو في x زائد واحد على x زائد واحد ناقص x ناقص واحد على x زائد واحد. من بعد غادي نحاول نكتب نفس المقام. إذا هنا الفوق عندي مقام موحد هو x زائد واحد، وهنا واحد في x زائد واحد غادي تبقى نفسها x زائد واحد زائد x ناقص واحد، ولتحت غادي يبقى لي المقام الموحد هو x زائد واحد، وهنا غنحاول نحسب هادي x زائد واحد في واحد هي x زائد واحد ناقص هاد العدد كامل. انتبه هنا الإشارة كاينة في السطر، إذا ناقص هذاك العدد كامل بين قوسين x زائد 4x ناقص 3. من بعد هنا هذا عبارة عن، غنبسط بعد هذا الفوقي، عندنا x زائد x هي 2x، هنا 1 ناقص 1 هي 0 مقسومة على x زائد 1، وهنا اكس اكس زائد واحد. هنا بعدا غنحيد الاقواس، ناقص اكس، وهنايا اذا هنا كانت زائد غتولي ناقص، وهنا هاد الناقص غتولي زائد على اكس زائد واحد كتساوي اكس على 4 اكس ناقص 3. اي اذا هنا غنحاول نبسط هادي، 2 اكس على اكس زائد واحد على x ناقص x غتعطينا صفر، واحد زائد واحد هي اثنان على x زائد واحد تساوي x على 4x ناقص 3. هنا عندنا عدد جذري على عدد جذري، إذا غنحول هذا قسمة غنحول الجداء. إذا غندير 2x على x زائد واحد، وهذا غنحاول نديرو المقلوب، في المقلوب ديالو x زائد واحد على اثنان. شنو قلنا هنا؟ غنزيد هنا، إلا كانت عندنا أ على بي على سي على دي، كتعطينا أ على بي في دي على سي، المقلوب ديال هذا، كنديرو الجداء ديال هذا في المقلوب ديال هذا، تساوي إكس على 4X ناقص 3. هنا كيما كتلاحظو كاين هذا العدد غيمشي مع هذا الإختزال. إذا اثنان إكس على إكس زائد واحد في إكس زائد واحد على اثنان، وهنا جوج غتمشي مع جوج، شنو غيبقى لنا؟ غيبقى لنا إكس إكس يساوي هنا إكس على 4 إكس ناقص 3. دابا غندير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. إذا عندنا هذا مقسوم على واحد، إذا غندير إكس في 4 إكس في 4 إكس ناقص 3 تساوي إكس في 1 اللي هي إكس. إذا أي إذا هنا غنحاول نرجع كلشي لطرف واحد، إكس عامل 4 إكس ناقص 3، هاد إكس نرجعها هنا تولي كانت مسبوقة بزائد تولي ناقص إكس تساوي صفر، الطرف الآخر ما غيبقى فيه والو. إذا هنا
كلمة كتلاحظوا نقدروا نعملوا اكس، غتبقى لنا اكس عامل 4x ناقص 3، وهذا الطرف هذا ملي عملت به يبقى لي في بلاصتو 1 يساوي 0. اذا اكس عامل 4x ناقص، عندي هنا اكس ناقص 3 ناقص 1 هي ناقص 4 تساوي 0. اذا هذا يعني اما اكس يساوي 0 او 4x ناقص 4 تساوي 0. x تساوي 0 او 4x تساوي هاد ناقص 4 رجع لنا تولي زائد 4. باش نحيد هاد 4 نقسم الطرفين على 4، يعني x تساوي الاختزال 4 على 4 هي 1 او x يساوي 0. غادي نحاول نتاكد من ديك العمليه هنا غير باش نشوف واش صحيحه ولا لا. عندي 1، اذا نحاولوا ملي كيكون x يساوي 0، x يساوي 0 يعني 0 نعوض ثم بصفر. عندي هنا 1 زائد 0 ناقص 1 على 0 زائد 1، هنا 1 ناقص 0 ناقص 1 على 0 زائد 1، هذه شحال كتساوي؟ هنا الفوق 1 ناقص 1 على ناقص 1 تعطيك ناقص 1 على 1 ناقص ناقص 1، يعني الفوق تعطيك 0 على 2 تساوي 0. إذا هذا الطرف يساوي 0. ملي كيكون مثلا الطرف الآخر عندنا x على 4 x ناقص 3 x يساوي 0، ملي كيكون x يساوي 0 عندنا 0 على 4 في 0 ناقص 3 كتساوي 0 على ناقص 3 تساوي 0. إذا الحل الأول صحيح. نمشيو الآن ملي كيكون x يساوي 1، نقدر ندير هنا نضيف هنا غير التأكد وصافي. ملي كيكون x يساوي 1 هو حل ديال المعادلة. إذا هنا عندنا في هاد الطرف 1 زائد 1 ناقص 1 على 1 زائد 1 على 1 ناقص 1 ناقص على 1 زائد، يعني x نعوضو بواحد، نحسب هذا شحال كيساوي؟ 1 زائد 1 ناقص 1 هي 0، 0 على هنا 2، هنا 1 ناقص 0 على 2. إذا هذه كتعطي لنا 1، هذا 0 وهذا 0، يعني 1 على 1 يعني 1. نمشي نعوض هنا ملي كيكون x يساوي x على 4x ناقص 3، عندنا 1 على 4 في 1 ناقص 3، إذا 1 على 4 ناقص 3 تساوي 1 على 1 تساوي 1. إذا صحيح 1 هنا 1 هنا، وبالتالي الحلين صحاحين. إذا هذه غير طريقة باش تأكدوها فقط. شكرا على المتابعة، ما تنساوش تابوناو معنا.